العنف الأسري، خيانة، الغيرة وخيارات شخصية مثل خلع الحجاب كانت أسباب وراء انفصال عدد من الفنانين لهالسنة. كالعادة هذا النوع من الأخبار بيتحول لترند بسرعة البرق، خاصة إذا تم بجرصة ومحاكم وموقف من هون ورد من هونيك. أما أخبار الزواج بال2019 فعلى قلتها أصحابها كمان صاروا ترند من وراء الحسد وضيقة العين. بقدر ما كان وائل كفوري حريص على إبعاد حياته الشخصية عن الأعلام، إلا أنه كل شيء طلع للعلن فجأة وخرج عن سيطرته بمجرد إعلان خبر انفصاله عن زوجته أنجيلا بشارة، يلي قدرت تهز صورته الرومانسية من خلال اتهاماتها إله بتعنيفها، وصارت ناشطة لمناهضة العنف ضد المرأة وتسرب كتير من التفاصيل والفضايح خاصة عن التسوية المالية اللي ترتبت على وائل بسبب هالانفصال. أما رنا الأبيض فهي اللي حطت حياتها الشخصية تحت الضوء بعد ما نشرت صور محادثات واتساب أرسلتها لسيدة قالت إنه خطيبة زوجها وائل الدباس، طلبت فيها إنه تساعدها بالطلاق منه وشهرت فيه. وعلى ما يبدو هذا كان الهدف الأساسي من نشر هالمحادثات يلي تداولتها الصحافة بشكل كبير، وإلا ما كان فينا نعرف بخبر طلاقها ونحن ما كنا عارفانين بزواجها من أصله. الصحافة أيضاً تداولت خبر انفصال محمد حداقي عن زوجته السابقة سيدرا أتاسي بدون أي تعليق من الطرفين، باستثناء تأكيد محمد حداقي لكيو ميديا بعيداً عن عدسات كاميراتنا احتراماً منه للعلاقة يلي كانت بتجمعهم. كتير عم ينحكى عن انفصالك أنت. أوكي. ورغم الصدمة اللي شكلها خبر انفصال نادين نجيم عن زوجها هادي الأسمر عند الجمهور، إلا أنه كان انفصال هادئ وراقي. نادين قالت أنه القرار ما كان سهل أبداً وصار بعد سنة تقريباً من التخطيط وتحضير أطفالهم نفسياً لهالشي. والهدوء كان أيضاً سمة خبر انفصال الممثل المصري عمرو سعد عن شيماء فوزي، واقتصر على بوست نشرته عبر حساباته على السوشيال ميديا كتبت فيه: أعلن حريتي الكاملة من كل ارتباطات وقيود وزواج ولله الحمد. وعلى العكس تماماً كان خبر انفصال أحمد سعد عن سمية الخشاب يلي وصل للمحاكم بعد ما رفع دعوى قضائية عليها بإصدار شيك بدون رصيد. هذا الزواج ما كان مستقر بالأصل، ولاحقته الكثير من التسريبات الصحفية كان آخرها بأنه أحمد استعجل بإعلان الطلاق بعد ما عرف أنه سمية رح تعلنه بلقاء تلفزيوني وتشير فيه لمعاناتها من غيرته بسبب النجاح اللي عم تحققها أعمالها الفنية. ومثل ما هز الانفصال حياة الأخوين سعد، كان هذا التغيير أيضاً من نصيب الأختين هنا وحلا الشيحة. بالبداية أعلنت هنا خبر انفصالها عن أحمد فلوكاس برسالة صوتية أكدت فيها على احترامها له. بعدين تسربت أخبار انفصال حلا عن زوجها يلي بيحمل الجنسية الكندية، وعلى ما يبدو كانت الأسباب إلى علاقة بخلع للحجاب، رغم أنه حلا حاولت تنفي موضوع الطلاق إلا أنه تم تأكيده بالآخر. حتى العدد القليل من الفنانين يلي دخلوا القفص الذهبي ما كانت بداية حياتهم المشتركة وردية، فبعد الاحتفال الكبير بزواج هنا الزاهد وأحمد فهمي والعرس المطنطن يلي تداولت صور الصحافة المصرية والعربية، إلا أنه العرسان ما تهنوا بشهر العسل أبداً يلي قضته هنا بالمشفى، وبمجرد عودتها لمصر انفجعوا بوفاة طلعت زكريا يلي كان زوج والدتها لهنا وبمثابة والدة. زواج أنغام والموزع الموسيقي أحمد إبراهيم أثار ضجة كبيرة بالوسط الفني، وبس لفارق العمر الكبير بين الزوجين لأنه أنغام نزلت عضرة، فزواجهم تم قبل انفصال أحمد عن زوجته السابقة وأم ولاده ياسمين عيسى. أما الضجة اللي أثار قصي خولي فكانت تحت عنوان: من أين لك هذا؟ هذا السؤال خطر ببال ملايين المتابعين لحساباته على السوشيال ميديا لما نشر صورة لقيت طفل صغير أعلن من خلالها أنه صار أب. السؤال كان: أمتى ومن مين تزوج؟ وتبين لاحقاً أنه قصي متزوج بالسر من سنتين وزوجته من خارج الوسط الفني ومقيمة بأمريكا. أما الثنائي يلي لا معلق ولا مطلق فهو حسام جنيد وإمارات رزق، فبعد ما أعلن كل واحد منهم أنه باب الصلح انكسر نهائياً بيناتهم، المي رجعت لمجارية بين ليلى وضحاها، ومثل ما كان الجمهور متوقع وكالعادة أثار هذا السيناريو المكرر ردود أفعال رواد السوشيال ميديا يلي تمنولن أنه تكون هالحلقة الأخيرة من مسلسل حبوا بعضهم تركوا بعضهم.